النهاردة هنتكلم عن إدارة المخزون ومحاسبة المخزون ومراقبة المخزون. إدارة المخزون من أهم عناصر إدارة رأس المال العامل في أي شركة، سواء كانت بتنتج أو بتبيع سلع مادية. المخزون بكل بساطة هو العناصر اللي بتشتريها الشركة أو النشاط عشان تقدر تبيعها للعملاء بتوعها. كمان يمكن لأي شركة إن هي تعمل إعادة بيع للعناصر اللي عندها في المخزون بدون تغيير في السلع، أو إن هي تعمل بعض العمليات وتجري بعض التغييرات على العناصر اللي عندها وعلى المنتجات اللي عندها بغرض إعادة بيعها. وعادة ما بيتمش التعامل مع أدوات العمل ومع المعدات اللي موجودة في الشركة على إنها مخزون، ممكن يتم التعامل معها على إنها أصول ملموسة قبل الإهلاك أو مصروفات. والمخزون ممكن إن هو يمثل عنصر كبير جدا في الميزانية العمومية، وأي زيادة أو نقص بنسبة مئوية صغيرة في تكلفة المخزون ممكن إن هو يأثر بشكل كبير جدا في تكلفة البضاعة المباعة، وكمان بيأثر في النهاية في صافي الدخل. ومحاسبة المخزون بكل بساطة هي اني اقدر اتتبع اي تغير بيحدث في البضاعة اللي موجودة بداخل المخازن. والبضاعة دي او السلع دي يمكن ان انا اصنفها لتلات عناصر: اول حاجة السلع الخام، تاني حاجة السلع قيد التنفيذ، تالت حاجة السلع تامة الصنع. ومحاسبة المخزون بقدر من خلالها ان انا اقيم السلع في اي مرحلة من المراحل دول، وطبعا تقييم المخزون ده بيساعد على تعزيز رأس المال العامل في الشركة. اما بالنسبة لمراقبة المخزون فهي من اهم مبادئ المحاسبة الموجودة في اي شركة، لأن ده هيساعد أي شركة على شراء الكميات المناسبة من الأصناف في الوقت المناسب، وطبعا ده هيساعد على تحسين مستويات المخزون وتقليل تكاليف التخزين ومنع نفاذ المخزون.